الرسالة الأولى لإخواننا الناخبين، عليهم أمانة الاختيار لمن هو يرونه الأصلح والأمثل في المرحلة القادمة. اختار من تعتقد على قدر من المسؤولية والأمانة ليدافع عنك وعن أبنائك وعن مستقبل بلدك. الرسالة الثانية نوجهها للحكومة القادمة وبالأخص رئيس الحكومة، اختيارك للوزراء في المرحلة القادمة راح يكون معيار التعاون معك من مجلس الأمة القادم ونظرة إخوانك المواطنين لك. الاختيارات السابقة في الحكومات مع الأسف مبنية على مجاملات وعلى محسوبية وعلى بعض الأمور اللي فيها قربة وعوائل وفئات معينة. احنا ما نقول أن هذا الأمر يعني في عليه خلاف كبير، نقول لك اختار من ترى الأصلح حتى لو كانوا أكثر من 20 شخص في بيت واحد، لكن اختار من يكون على قدر المسؤولية والاختصاص والأمانة. هناك جهة منسية وهم أغلب أبناء المجتمع الكويتي، إذا ما كان نص المجتمع الكويتي منسيين من التنفيذ الحكومي في السنوات الماضية، أبناء الدائرة الخامسة، أبناء الدائرة الرابعة، فيهم من الكفاءات، فيهم من القدرة الإمكانية، فيهم من الناس يعني الكفاءة الوطنية اللي قادرة على أن تقود البلد لمستقبل أفضل. هم الفئة إذا كانوا في الحكومة القادمة الأقرب لملامسة هموم إخوانهم الناخبين في المناطق الخارجية.